القدس المحتلة مع دانا. دانا يعني هل بيتنا أقرب إلى التوصل إلى اتفاق، خاصة بعد اجتماع القاهرة اليوم؟ كيف رصدت ما قالته الأوساط السياسية والصحفية في القدس المحتلة عما دار في القاهرة؟ كلما نقترب من الإعلان عن أن هنالك إطار تفاهمي جدي يصل إلى وقف إطلاق نار مستدام، يصل إلى هدنة إنسانية، تخرج هذه الأصوات اليمينية التي تدلي في تصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع، كما تقال ويقال عنها في وسائل الإعلام الإسرائيلية، بل يقال بأنه لا داعي لمثل هكذا تصريحات. ولربما أكثر التصريحات التي كان عليها انتقادات هي تصريحات بنيامين نتنياهو أمس قبل بدء المشاورات الأمنية التي كان يترأسها لتحديد الصلاحيات الممنوحة للوفد المفاوض. قالوا وكأنك تقول للمشاركين في هذا الاجتماع أنك اتخذت القرار، لذلك فلماذا هذا التوقيت الإشكالي في إتمام هذه الاجتماعات أو هذه المشاورات الأمنية؟ وقالوا بأن مثل هكذا تصريحات